بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنكتب مع بعض الحروف بخط الرقعة بالقلم العادي. اول حاجة هنا الالف بتكون رأسية على السطر، والهمز هنا بتكون صغيرة من فوق الالف. الباء هنا بتطلع بشرطة مايلة كده من تحت، وبعدين تستقر بجسم الباء هنا على السطر. ليها شكل تاني، هنا بدايتها عامل زي حرف الدال وتمشي شوية على السطر وتطلع بدوران لأعلى. طبعا التاء هتحط النقط كده، النقطتين بتكون شرطة في خط الرقعة، والثلاث نقاط بيبقوا زي رقم 8. ده كده بالنسبة للألف والباء والتاء والثاء. حرف الجيم بقى هنا عامل زي الدال المقلوبة، وتعمل هنا خط مايل وتنزل بيه تحت السطر، وبعدين تعمل خط كده في نهاية الجيم، طبعا بيكون ده تحت السطر. طبعا الجيم والحاء والخاء. الدال زي ما انت شايف كده بتكون مايلة شوية بس بتكون على السطر، وهنا الراء بتستقر على السطر، والراء مش بتنزل تحت السطر في خط الرقعة. هنا بقى حرف السين، شفت بداية حرف الباء، هنعملها بالظبط هنا مع حرف السين. السين بدون سنون، وتكون مرفوعة عن السطر، والكاسة هنا تستقر على السطر، والجزء ده بيكون مرفوع. في سين تاني هنعملها بسنون صغيرة، تعمل سنتين وبعد كده تعمل الكاسة على السطر. يبقى كده في شكلين عندنا للسين، عشان في ناس تقولك السين في الرقعة ملهاش سنون، لا ليها سنون بس بتكون صغيرة. حرف الشين طبعا ليه اكتر من شكل. هنا الشكل الاول بتعمل هنا السين بدون سنون، وتعمل الجزء التاني كده للشين، وهنا النقط بتكون في الاخر، الشرطة دي بتكون التلات نقط بتاعت الشين، وممكن تعمل الكاسة كده وتشبك التلات نقط في الاخر برضو بالشكل ده. نشوف بقى الشكل التالت، تعمل هنا الشين بسنون صغيرة زي السين بالظبط، وتحط التلات نقط عاديين خالص من اعلى، وممكن تعمل الشين من غير اسنان خالص وتحط النقط برضو من اعلى. وده كده بالنسبة لحرف الشين وبيستقر على السطر. حرف الصاد تعمل الجزء ده كده من اعلى السطر، والكاسة هنا تستقر على السطر. الضاد هتكون زيها بالظبط، وطبعا هتحط نقطة من فوق. في شكل تاني لحرف الضاد، هتعمل كده زي ما عملنا في الشين بالظبط، هتعمل في الضاد، ونقطة الضاد بتكون في الاخر، بس اوعى تعمل نقطة من فوق. طالما عملت الشرطة في الاخر ما تحطش نقطة فوق. الطاء زي بداية حرف الصاد بالظبط، وتحط الف الطاء بالمنظر ده، ممكن تسيب فراغ بسيط كده بين الطاء وبين الالف اللي على الطاء. هنا العين بتعمل رقم 2 وخط مايل كده وينزل تحت السطر زي ما عملنا حرف الجيم بالظبط، طبعا العين والغين. بعد كده حرف الفاء، راس الفاء هنا بتكون مطموسة وليها رقبة، وبعد كده تعمل حرف الباء، جسم حرف الباء مع الفاء بالظبط. وهنا القاف راسها بتكون مطموسة، وتعمل الكاسة بتاعت القاف وتحط النقط في الاخر. حرف الكاف مكون من حرفين ألف وباء، وتحط هنا شارة الكاف بالمنظر ده. في شكل تاني لحرف الكاف، هتعمل بقى هنا ألف وباء، ونيجي من فوق هنا نحط حرف الدال وتوصل الدال بالباء، ده كده حرف الكاف. ده الشكل التاني لحرف الكاف. اللام عبارة عن ألف وكاسة النون طبعا على السطر. الميم بتكون مطموسة تلفها من فوق لتحت وتنزل كده بزاوية ميل تحت السطر. حرف النون ليه شكلين، تعمل الكاسة كده وتطلع وتعمل نقطة في آخر الحرف، أو الشكل اللي قدامك ده وتعمل الشرطة في الآخر اللي هي النقطة. حرف الواو زي ما بدأنا حرف الفاء بالظبط، نعمل الواو راسها بتكون مطموسة وتستقر على السطر، وادي هنا حرف الهاء، ونعمل الشكل التاني لما يجي في اول الكلمه، نعمل زي 8 كده او مثلث، وبعدين تنزل وتلف لفه كده تعمل الهاء مفرغه من الداخل مش مطموسه. وهنا لما الف بتعمل الف صغيره كده، وتيجي من هنا تنزل بميل لحد السطر وتعمل خط مستقيم، والاتنين فوق هنا بيكونوا على استقامه واحده. نيجي لحرف الياء، بتعمل حركة كده وحركة عكسها وتعمل كاسة الياء وتطلع بدوران لأعلى.
وده كده شكل مبسط وسريع للحروف بخط الرقعة. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار ممكن تكتب لي في التعليقات أو تبعت لي على الواتساب، ولو حابب تكتب وصحح لك ما عنديش أي مانع، هتلاقيني موجود دايما متواصل معاك. كان معكم أحمد غريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.